كان رجالات التشيع بمن فيهم المحدثون والرواة من أصحاب الأئمة الطاهرين عليهم السلام، كان هؤلاء يبدون براءتهم من أبي بكر وعمر وعائشة وأضرابهم، كانوا يهتمون بفضحهم، كانوا يهتمون بالنيل منهم، إما في حلقات العلم والحديث، وإما في مصنفاتهم وكتبهم، وإما في مواقفهم العلنية وفي تعاطيهم مع الناس. ما كانوا يخجلون أو يستحيون من إبداء البراءة والطعن والثلب حتى أمام أعلام المخالفين ممن كانوا على تواصل أو اتصال بينهم أو معهم، وكان هذا يقع منهم رغم ظروف الجور والاضطهاد للشيعة آنذاك. كان رجالات التشيع آنذاك مفخرة للشيعة حقا، لا مثل بعض رجال زماننا الجبناء. كان أولئك رغم السيوف التي كانت مسلطة على رقابهم، ورغم ما بينهم وبين كثير من أعلام المخالفين من علاقات وثيقة الصلة تفرضها طبيعة حركة تلقي الحديث والسنن، رغم كل هذا كانوا لا يخفون مبادئهم الرافضية. كانوا يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان ومن أشبه، بل ويصنفون المصنفات في فضح هؤلاء وفي النيل منهم، أي أنهم لم يتنازلوا عن مبادئهم وعن إعمال التبري من أجل الحفاظ على ما كان بينهم وبين أعلام المخالفين من العلاقات، بل فرضوا على أولئك القبول بهم كما هم، فرضوا عليهم احترامهم. وهذا ما يفسر شهادة بعض أعلام المخالفين لبعض رجال الشيعة والتشيع شهادتهم لهم بالصدق والوثاقة ونحو ذلك. هذا ما يفسر اضطرار أعلام المخالفين لقبول الحديث عن أولئك الرجال العظام وقبولهم الحضور في مجالسهم مع اعترافهم بأنهم روافض يطعنون في السلف والصحابة كما يعبرون. السمة العامة لأعلام الشيعة آنذاك كانت النيل من رموز النفاق والإجرام، هذا في زمن الأئمة الطاهرين عليهم السلام، ومع المخالطة للمخالفين لا منافات. وبالتالي كان من الطبيعي أن يطعن المخالفون في أولئك الرجال من هذه الجهة، فيرمونهم بالكفر، يرمونهم بالخبث، يرمونهم بالفساد، بالزندقة وما أشبه. لكن في المقابل كثير من المخالفين اضطروا لأن يخرجوا الأحاديث عن هؤلاء الرجال الثقات الشيعة لثبوت صدقهم وعدالتهم.